بما ان الموضوع هي تفترض احدى نفس المسافه من كل المواضيع، ودائما تغليب مصلحه المدينه على كل المصالح الاخرى. في بدايه الامر احيي المكتب المسير على ادراج هذه النقطه بجدول اعمال دوره اكتوبر 2022 بعد سنوات من المد والجزر شهدها ملف المركب السياحي الجماعي، حيث حسب جوابكم السيد الرئيس على المناسبة التي سبق وتقدمت بها في هذا القطاع، فإن شركة الشاوية بيتيراليتو تستغل المركب السياحي بكل مرافقه منذ أكتوبر 2013 إلى يومنا هذا دون أداء مستحقات الكراء لجامعة سطات، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الجدوى من وجود القاعدة القانونية إذا كانت لا تساهم في وضع حد لمثل هذه التجاوزات التي تطال ممتلكات جماعية، سواء كانت تدخل ضمن الملك الخاص أو العام للجماعات الترابية. وما الفائدة من الشراكة بين القطاعين الخاص والعام إذا لم تكن مربحة للطرفين ومنتجة لقيمة مضافة على مستوى المجال الترابي الذي يحترمه؟ وما الفائدة من كل الإصلاحات التي باشرها بلدنا في إطار تقوية الترسانة القانونية وتقوية المؤسسة القضائية إذا لم تتمكن من وضع حد لمثل هذه القضايا في أسرع وقت ممكن للحد من هدر المال العام ومعه مصالح الجماعة والساكن؟ وماذا بمئات الأطفال والشبان يدفعوا ثمن تذاكر ولوج مسبح يدخل ضمن الأملاك الجماعية بالسوم التي تراها الشركة المستغلة مناسبة دون احترام القرار الجبائي المحلي المتعلق بهذا المرفق الجماعي؟ وأي ذنب ارتكبته مدينة سطات لكي تبقى تحت رحمة أناس يريدون تحقيق أرباح كبيرة دون احترام لضوابط وقيود الاستثمار القائم على معادلة الربح المعقول والمتبادل؟ بالعودة إلى كرونولوجيا أحداث النزاع حول المركب السياحي بين الشركة المستغلة وجماعة سطات، يتبين بالملموس سوء نية كل من ساهم في تمكين هذه الشركة من مرفق جماعي كبير يتجاوز حجم الشركة بكثير. بل الأدهى من ذلك هو تأسيس الشركة في بداية يونيو 2013 وحصولها على صفقة كراء المسبح الأولمبي يوم 9 من يونيو 2013، أياما قليلة فقط من تاريخ التأسيس، لتتسلمه فعليا بتاريخ 28 أكتوبر 2013. ومنذ ذلك التاريخ لم تدفع الشركة درهما واحدا لجماعة سطات، مما يظهر بشكل واضح سوء نية الشركة المستغلة منذ بداية العقد. ويستمر سوء النية بكل تجلياته في الدعوة التي رفعتها الشركة على جماعة سطات مطالبة إياها بمبلغ 7 ملايين دراهم كتعويض على الأشغال والإصلاحات التي قامت بها الشركة رأس مالها لا يتجاوز 90,000 درهم. فكيف تم صرف هذا المبلغ كاملا؟ وما هي القنوات التي مر منها مبلغ بهذا الحجم؟ وكيف لشركة اقتربت من استكمال عقد من الزمن من الاستغلال المجاني لمرفق جماعي أن تصرف مبلغا ضخما من أجل إصلاح مركب سياحي كلف جماعة سطات مبلغ يقارب 23 مليون درهم وعلى مساحة 6 هكتارات؟ كما نتساءل كيف لشركة بذمتها مبلغ يتجاوز 3 ملايين درهم أن تصرف مبلغ 7 ملايين درهم من أجل إصلاح مرافق المركب السياحي البلدي؟ إن الاختلالات التي عرفها المركب السياحي البلدي لم تتوقف عندما ذكرت سابقا، بل تجاوزت كل الحدود في كثير من الممارسات التي لا يتسع المجال لذكرها في تدخل أو تدخلين، بل تحتاج إلى عملية افتحاص شاملة، حيث لم يتم التدقيق في تدبير هذا المشروع منذ سنة 2010 حينما كشف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات عن اختلالات كثيرة، لكنها لم تصل إلى حجم ما وقع بين سنتي 2014 و2022، مما يستوجب توجيه دعوتي للمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية للتدقيق بشكل معمق في هذا الملف بهدف إعادة المياه إلى مجراها الحقيقي، خصوصا أن الجماعة صرفت مبلغ 23 مليون درهم من أجل تشييد مركب سياحي بينما لم تستفد من عائداته المالية، بل وأصبحت الجماعة بفعل أخطاء واجتهادات لا ندري أهي بقصد أم بغير قصد مهددة بفقدان مرفق جماعي مهم قيمته السوقية حاليا تتجاوز 40 مليون درهم. لهذا أطلب من كل مكونات المجلس الحالي توحيد الجهود
من أجل استعادة المركب السياحي البلدي وعدم تكرار أخطاء الماضي، حفاظاً على ممتلكات جامعة سطات، لأنها حق لا يقتصر على الجيل الحالي، إنما هي حق للأجيال القادمة. وشكراً على حسن الإصغاء.